هذه الكبده هذه ديال بيبي هذه ما تستحملش حتى هي العافيه عندك هذه وديال الجمل بجوج ما كيستحملوش العافيه. بعد هذا الخير حنا تندوقوا هو الاول تديروا الباروك وقت ما جيتي مع حبابك سيدي عبد الله غياد. هذيك الدواره تتكون دايره وتيكون فيها المصران ديالها من الفوق وتيكون الرويس ولا هما اللي جاب اللحم الخضره ديالو الزيت ديالو حنا غير تنديروا ريدينا والعافيه. فيه جلبانه فيه تيخريفين فيه مطيشه. Yo te gusta mucho con los jarira o los ¿cómo se llama esto? Los bizarra. Siempre yo comida aquí con los bizarra y los comida del este. الله يرحم لنا شي شوايه اللي خاصنا. اه ما بقاتش في الجلج وداك الشيء عام اسيدي الخدمه. الفوغان ضغاني وصافي هادشي اللي كنديروا هنايا والشوايات اللي جاب الكوطليط اللي جاب الكبده والصافي. هذا الكبد انا مرحبا بكم اسيدي. مرحبا بكم. بسم الله بعد هذا الخير حنا تندوقوا هو الاول تديروا الباروك وقت ما جيتي مع حبابك سيدي عبد الله غياد. انا راه بعيد على مراكش ب 17 كيلومتر غادي ندير المليحه داكشي اللي بغيت تنسم شويه بالملحه. بسم الله مع البكادير انا داكشي تيكون مخر الشوا سيدي عبد الله غياد وقت ما جيتي لهنا مرحبا بك. هنا وفوريكا فيتوري كاع الاسواق ديال الحوز تنعمروهم تمشيو للسواق تما كاع تنكونوا فيهم. مرحبا بك سيدي الحاج. بسم الله عقوا سيد الحاج مرحبا الله يعزك الله يطول الله عمرك الله يعطيك الخير. هنا تنبيعوا فيه الخرفان تديروا خرفان المشوي هذا تنطيبو من الفران ديال التراب. هذاك تيتسمى كردس وري ليه كردس. هذيك الدواره تتكون دايره وتيكون فيها المصران ديالها من الفوق وتيكون الرويس ولا هما المهم البهيمه كامله تتكون تدير منها كردس وتدير الشوا كلشي كامل الماكله كامله موجوده. تنديروا الخروف هنا والراس والكرداس يكون تما اللي بغى الشوا تيديه واللي بغى الكرداس ولا طاقته الكرداس ولا الراس هو نقشيه في الثمن. وين تيكون نفس مانيت ونفس المذاق وتيكون بهيمات ديال اللاني ديال الشواني هذوك اللي تنبحوا اللي تنعاود نخدموا منهم تنديهم كرداس دواره لان الشوا الا ما بغيت ترمي منه شيء ما تترمي منه شيء. دواره تدير منها كرداس والراس تيطيبوا لها هو والشوا كل واحد اللي تيتشها كاين اللي تيعشق الراس كاين اللي تيعشق هادشي هي الماكله. دوكا حنا الخدمه تتكون عندنا بحال الا قلتي 24 ساعه تجي مع الصباح تندخلوا للرحبه تشيو البهيمات وتنديهم للكرنه وتنذبحوهم عاد تتشعل الفران فران لان دوكا بحال الا قلتي الصناعه التقليديه فيها تتبقى بحال الا بناي تتبني وتذبح وتتشنق تشيل البهيمات وتطيب وعاود تتسر به بحال الطباخ بحال الا قلتي دوكا اربعه المهن فيها تبناي فيها تكزات وفيها تشويت وفيها طباخ وتتسر به دوكا بحال الا قلتي واحد المهنه كامله مكموله. يلا شوف اي مرحبا ديال الربع
Bonjour, ça va? Comment allez-vous? Ça va? وقت ما جيتو سيدي عبد الله غيات مرحبا بكم هنا سيدي عبد الله بعيد على مراكش 17 كيلومتر ولا جيتو لوريكا الاثنين لان حنا تنخدمو هاد المهنه في الاسواق حنا على حساب الاسواق ديال الحوز هنا ولاو يتورير ولا ما جيتو مرحبا بكم عندو خويا العياد دوكا ضروري دوكا هادي هي العباسيه تتسمى ديال العباسيه عكس الله بصحة والراحة بصحة والراحة لان كل واحد دير ليه بخاطرو تيكون الانسان اللي ما فطاقتوش شي ولا شي حاجه تعاود مثلا شي تعاود شي تيخلص على شي المهم شتي دوك الخدمه ديالنا كي تتكون تتكون هكا بحال قلتي حاجات بحال شي حاجه داخله في حاجه الثقافه ديالتنا وداخله في الماكله الشعبيه ديالتنا كما جيتوا لنا نتوما ولا اللي جا عندنا مرحبا به من المغرب كامل وهنا الناس يشوفوا الاسواق الشعبيه ويشوفوا الناس باقي على طبيعتهم الماكله باقي طبيعيه كما هي مرحبا بكم السلام عليكم السلام ورحمة الله مرحبا بكم نعم سيدي شكرا مرحبا بكم محمد حر على قهواجي في سيدي عبد الله غيات تنطيبو الطواج اللي جاب شي حاجة كنطيبوها ليه حنا ما تنديرو شي حاجة من عندنا اللي جاب اللحم الخضرة ديالو الزيت ديالو حنا غير تنديرو يريدينا والعافية تنبداو الخضرة مع السبعة الثمانية هي هذيك تال داك العصر هكا كلها تمشيو الناس فحالهم المواطنين فحالهم حنا الطواجن التقليدي راه ما كتشوف الطواجن الفخر كلشي اللحم ها انت انا ها اللحم ها البصلة ها التومة ها القزبور ها الملحة ها الزيت جابهم مولاهم كليان مول الغدا انا ما تنديرش حاجة من عندي انا سيدي ها البصلة ديال البلاد ها مطيشة ديال البلاد فيه جلبنة فيه تيخريفين فيه مطيشة فيه البصلة فيه الزيت فيه الملحة قلت هاد السيدة ساعة ساعة وقسمان يطيب مزيان يكون موجود معسل مع راسو باش ما ترزن باش ما يبقى على الفخر تيتعسل مع راسو ماشي بحال الزرب البوطاف تيدي دغيا لا لا الطاجين تيشد الوقت مرحبا العام سيدي كاين القتيبات حاجة زوينة وثمن مناسب كاين الكرعي تياب طنجية هنا تياب طنجية داكشي معشق فطور العيد هنا كاينة التقلية هنا مدخمة كاينة اللوبيا اللوبيا تا هي معشقة تياب طنجية هنا داكشي الرفيع ومرحبا كان البصارة البصارة تا هي هنا معشقة ديال البقري الثمن مناسب جوج دراهم جوج دراهم للقتيب انا العفيف فين تيطيبو وداكشي بلدي وشعبي تبزيره كاينه تاي بريدات ديالها تيب الطخل نديروها تاي ها تنزيدو عليه التخيلطات
كاينه الاقامه، السلميه، الشيبه، مرد الدوش، تندير ليه هاك هنا، تنزيدو السكر، تنديرو ليه هاك، تنشلو هنا، وترضي تشحر، راه مقراج راه جوج باقيين تيتشحروا. Vale, yo se llamo Ablaye, yo senegalés, yo vivo en Marrakech, de la Daoudiat. Yo trabajo aquí siempre, yo tengo 4 años aquí ahora. No tienes ningún problema aquí. Las comidas en Marrakech están muy bonitas y muy baratitas y muchas diferentes para todos los mercatinos. Para yo siempre estar aquí con comido con los aquí. Ah, yo te gusta mucho con los harira o los ¿cómo se llama esto? Los bisara. Siempre yo comida aquí con los bisara y los comida del este. Oh, muy baratito aquí. Con Marruecos más baratito que para España, para allá. Yo te gusta los gente de marroquino, yo te gusta los porque yo vives aquí muy bien con los otros los senegales o los marroquinos.
هذه مسوسة 5 دراهم، خيزو 5 دراهم، مشيتها 5 دراهم، غرام زيد على خيزو 100، شايف علينا الله كنبيعو الكبدة والتقلية ولحمة الراس والطحان. الطحان 50 درهم. الطحان 50 درهم. كبدة 2600 بلا شحمة. هي شحمة 100 درهم. لحمة الراس 1000 ريال. وهذاك الشيء اللي كاين. الهبيلة 60 درهم. 20 اخويا ياك. ها؟ ها القايد. 25 ماشي مشكل. نعم سيدي مرحبا. الكبدة بالشحمة ولا بلا شحمة؟ بالشحمة 100 درهم اخويا. نعم الكبدة بلا قلب 140 درهم نعماس. اه بلا قلب هيك كبدة سك. مرحبا نعماس. ندير شوية الشحمة. اه والله الا طليت وافيه. ندير شويه الشحمه. السلعه غاليه اخويا والله الا كاين الثمن. هاد اليامات طالع هاد الخير والله العظيم. مرحبا بكم عندنا في سيدي غياث. لحمة الراس 50 درهم 20. الكبدة 130 سك. الشحمة 100 درهم. الطيحان 50 درهم. الطيحان 50 درهم. الشحمة 30 درهم. الكرشة حتى هي 30 درهم. 30 درهم للكيلو. واللحمات 70 درهم. هذا الشيء اللي عطا الله اخويا. ومرحبا بكم عندنا في سيدي غياث. كاينه الجوده. السوق اسيدي نبداو حنا مع 7 7 ونص. تنجيبوا البهايم مع 3 ونص للكرنه. تنكملوا من الكرنه تنخرجوا تنبداو في البيع 20 مع 7 ونص. سبعة ونص تنبداو الخدمه. واللحم البقري 75 درهم
المعزي 80 درهم، الغلمي 80 درهم. ايوا هادشي اللي عطلنا العام سيدي، السلعه بدات تتقل والجوده داكشي والعجل هنا هذاكشي فون هذا يعني المليح فرع الدرزه ما نعوضوه هضره. الحاج العثماني هاني 1060 هذا بالحاج، وتنتسوقوا نعم سيدي علف زوين ونقي، الفول الفصا النخاله داكشي مليح نعم سيدي كلشي زين، والعجل البلدي فرع الدرزه. مرحبا شحال سيدي؟ راه بعث لك فتا كيلو ياك؟ نعم اه ما بقاتش في الجليج وداك الشيء عام سيدي الخدمه. ها الفون غنضغاني المليح الملاح وجدنا الصابرين كاين ولدي موجود. ها ها الصلاه على رسول الله داك الشيء ما نعاودو الهضره عام سيدي. سي عسل كيلو 100 لا يرد الزيبه 80 درهم هنا ها الهبيله هذاك الشيء نعم سيدي مليح. وحنا تنجيبو نعم سيدي عجل البلدي نعم سيدي ونذبحو راسنا والحمات جداد هاني هانا السي حسن هانا فرع الدرس هاني ما نعوضو الهضره نعم سيدي. هذا هو الدكتور ولد خالتي خدام معايا تيجيب لي البكر من تورينو تيدخل يقول لي شحال؟ رابعه هي دير رابعه لك فتا ولدي موجوده نعم سيدي موجوده خدام معايا باقي غير تلميذ. شحال عام سيدي؟ مرحبا هانا نعم سيدي هذاك الشيء الكاليتي فرع الدرزه ها ها غنضاكاني انا صحراوي ها صحاب قاطر في الجلج ولا هانا سيدي وي ايه راه ما بقاش في سيدي سيهنا بقات نعم سيدي في الصنعه وتم علميت على ليا شحال كيلو ونص هانا نعم سيدي ها 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 هانا نعم سيدي المليح الملاح وجدنا الصابرين تعرض لي عزبينا داك الشيء الغلمي في البكري ها 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 الصلاه عليك كلشي يربح هانا سيدي الوافي ما يحافي الناس عندهم الجوده تبارك الله ديما تنجي انا تنجي مع العائله ديالتي ها هما اللي تيتسناوني وديما تنجي لهذا السوق ديال سيدي غياط الحمد لله كاين الجوده وكاين الثمن الثمن على حسب السوق على حسب السوق مره طالع مره هابط ايوا هادشي اللي كاين الله يعمر هضره هاد الناس انا شد دابا بنيت الكبده وشد شويه ديال سميتها الكفته وراه بخير على خير وعلى الله يرحمنا بشي الشواء الله يرحمنا بشي الشواء هي اللي خاصنا انا عبد العزيز الشواي قريب حدا القزاره بيني وبين القزاره واحد الشواي واللي بغى يجي عندي المحل مرحبا به والسلعه راه الخدمه مزيانه وكلشي تنطلع في الناس المحل داخل النقا كاين سمعتيني سمعتيني لا المحل ديالنا والكبيده وكلشي نقا والسلعه موجوده في السوق اللي تقدا شي حاجه تتكون مزيانه راه تنجيبوها تيجيبها وكنطيبوا ليه وكنتهلاو فيه هادشي اللي كاين اخويا والامور راه مزيانه تنتساعدوا مع الناس وفي كل شيء وتنديروا ثمن زوين وفي كل شيء الا انا شعلت العافيه كتحرق السلعه كتشوط سميتو هادشي ديال الكبده كتشوط ما تستحملش العافيه بزاف حيت الكبده تكون حيت هي رقيقه شويه خاصها غير شويه هكا هكا بحال نفس هاد الكبده هادي هادي ديال البيبي هادي ما تستحملش حتى هي العافيه عندك هادي وديال الجمل بجوج ما كيستحملوش العافيه الكبده ديال البيبي وديال الجمل ما كيستحملوش العافيه مزيان والاخرى ديال الجمل ما كتستحملش العافيه ولا وتيبان لك هو يعني واحد كان واحد الهيكل الكبير ديال سميتو تيبان المهم الكبده ديالو راه ضعيفه وصافي هادشي اللي كنديرو هنايا والشوايات اللي جاب الكوتليت اللي جاب الكبده وصافي انت كتشوف نعم راه الكبده ديال بيبي هاني هاني عطيه
عاشك كلشي.